مساء الخير لكل مشاهدين روتانا خليجية. اليوم أول خميس في سنة 2014، تحياتنا لكل من انضم لنا عبر روتانا خليجية. بنتابع فقرة متنوعة في سيدتي. اليوم نتكلم على مجريات المؤتمر الصحفي اللي عقده الدفاع المدني حول آخر مستجدات حادثة الطفلة لما الروقي، ونتكلم بعد عن الحالة الصحية لزميلتنا وأختنا الممثلة النجمة الكويتية شاهد، الله يشفيها إن شاء الله ويعيدها لعائلتها وجمهورها بكل خير إن شاء الله. بعد بنستعرض مع خبير المظهر وائل فطايري إطلالات النجمات في حفلة رأس السنة الميلادية. قبل ما نبدأ حلقتنا لليوم أمسي على زميلاتي في جدة والرياض. مساء الخير جيهان. مساء الخير ليك وهدى، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية. اليوم من جدة نحتفل معكم بانطلاق وافتتاح أول مكتب رسمي للمحامية السعودية بيان زهران، والتي ستكون ضيفة معنا في هذه مش في هذه الفقرة في هذه الحلقة. كما نستضيف أول عالمة سعودية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. أما الآن أنتقل إلى الرياض والزميلة العزيزة رنيم القبج. مساء الخير رنيم. شكرا لك جيهان، مساء الخير عليك وعلى طبعا مشاهدينا متابعي برنامج سيدتي على روتانا خليجية. اليوم من الرياض بنتكلم عن إطلاق حملة للإبلاغ عن الأبار المهجورة في المملكة، طبعا لتفادي وقوع حوادث جديدة إثر حادثة الطفلة لما الروقي، ربنا طبعا يصبر أهلها. كما نطلع مشاهدينا معا على تقنية طبية حديثة للتخليص بشكل كامل تقريبا من السلولايت، التفاصيل خلال الحلقة. لكن اسمحوا لي أرجع لأبو ظبي أمسي على هدى والجميع في الخير ونبدأ معهم فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير هدى. مساء الخير رنيم، وكل سنة وانتي بألف خير يا رب، انتي وأهلك كل من تحبين. طبعا مشاهدينا أحب أذكركم دائما أنكم تقدرون تشوفون الحلقات اللي ما شفتوها من خلال زيارة صفحتنا على اليوتيوب اللي تشوفون الحين على الشاشة، وطبعا أنتم ما شاء الله عليكم متواصلين معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستغرام، تشوفون فيه زميلاتي هبة وخلود وجيهان ورنيم. وطبعا احنا دائما ناخذ مقترحاتكم وآراءكم ونستعرضها في فقرة السوشيال ميديا. طبعا قبل ما أبدأ حلقة اليوم خلينا نشوف عناوين حلقة اليوم ونرجع لكم. في سيدتي اليوم، مبروك تدشين أول مكتب رسمي لمحامية سعودية بالمملكة. الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي لمناقشة حادثة الطفلة لما الروقي. إطلاق حملة للإبلاغ عن الأبار المهجورة في المملكة لتفادي وقوع حوادث جديدة. صاعقة كهربائية تنقذ الممثلة الكويتية شهد من الموت. تقنية جديدة تلوح الوداع للسلوليت. الأمم المتحدة تختار أول عالمة سعودية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لتكون رئيساً تنفيذياً لمكتبها. طلعت النجمات العربيات في سهرة ليلة رأس السنة الميلادية في فاشن رادار. مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم، والحين أنتقل لزميلتي جيهان في جدة ونتعرف لضيفتها ونبارك لها أيضا اختيارها لتكون رئيسا تنفيذيا لأحد مكاتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. إليك جيهان. شكرا لك هدى. بالفعل في خطوة تسجل للكفاءة السعودية، تم في يوم الثلاثاء الماضي اختيار أول عالمة سعودية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لتكون رئيسا تنفيذيا لأحد برامج الأمم المتحدة في الشرق الأوسط للتغيير المناخي، حيث وقعت الدكتورة ماجدة أبو راس على موافقتها من أجل المساهمة مع دول العالم في غرس الثقافة البيئية ومن أجل تنمية مستدامة في الشرق الأوسط. طبعا نحن بدورنا نهنئ الدكتورة ماجدة أبو راس ونهنئ أي كفاءة سعودية تشرفنا وترفع رأس السعودية في العالم كله، وأيضا أرحب بضيفتي الدكتورة والعالمة ماجدة أبو راس. أهلا وسهلا بك دكتورة، كل عام وأنت بخير أولا، وأهلا وسهلا بك ضيفة كريمة في سيدتي، وألف مبروك على المنصب المشرف. وأسألك بداية، كيف تم اختيارك من قبل الأمم المتحدة؟ أنا اليوم بكلج من أول الحلقة، من يعرف ليش. أولا كل سنة وأنت طيب إن شاء الله، وشكرا لاستضافتكم هذه. يعني الحقيقة البرنامج هذا هو برنامج اسمه Region 24 Climate Change، اللي هو
المنطقة 20 للتغير المناخي. هذه عبارة عن منظمة لا ربحية لها نظام تقريبا أو نظامين أساسيين مزدوجة. الأول إن هي كمنظمة لا ربحية للتغير المناخي، والشيء الثاني تعتبر هي أحد برامج الأمم المتحدة المعتمدة بالنسبة للتغير المناخي لتخفيض الانبعاثات الغازية بنهاية إن شاء الله 2020. هذا شرح البرنامج نفسه. نعم. ولكن كيف وقع الاختيار عليك؟ الاختيار الظاهر أنا برضو نفس الشيء. يلا سنة جديدة كله. الحقيقة أنا يعني تم التواصل معايا قبل تقريبا سنة. الحمد لله بفضل رب العالمين وبفضل من الدعم اللي بتقدمه حكومة المملكة للمرأة، ما شاء الله وصلت إنجازاتنا ووصلت أبحاثنا ووصلت طموحاتنا إلى 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 خارج المملكة العربية. صحيح. السعودية. فقبل سنة فوجئت بتواصلهم معايا بغرض التجهيز لهذا الموضوع وشرحوا لي الفكرة. طبعا هي فكرة في النهاية بتخدم العالم بأكمله، بتخدم البيئة وبتخدم التنمية المستدامة، وبعدين منظمة لا ربحية وهي أحد برامج الأمم المتحدة. فوافقت طبعا أني أنا أنضم لهذا الكيان الكبير وأقدم خدمات أيضا تخدم العالم بأكمله. هذا اللي أنا أبغى أسأله لحضرتك، إيش هي حتكون مسؤولياتك في هذا المنصب العالمي؟ هو هذا المكتب اللي هي المنطقة 20 من أجل التغير المناخي لي أكثر من فرع، يعني لي عندك في الولايات المتحدة الأمريكية في مكتب، مقره الأساسي في سويسرا في جنيف. أوكي. في الولايات المتحدة الأمريكية عنده مكتب في المكسيك، في البرازيل، في النمسا، في الجزائر. فهم بدهم يفتحوا مكتب على مستوى الشرق الأوسط، يقدم خدمات لكل دول الشرق الأوسط. فحنقدم من خلاله طبعا كل القضاء والتحديات البيئية. دوري بيكون إن أنا حكون مسؤولة عن المكتب هذا، مسؤولة عن مشاريع المكتب كبيئة وتنمية مستدامة، لنخدم أو نطور من وضع البيئة والتنمية المستدامة بين الحكومات. مقره دكتورة؟ لسه إن شاء الله، يعني عشان ما أبغى أعطيك عين يعني إذا حكون في سويسرا يعني. والله إحنا طبعا نتمنى أنه حيكون إن شاء الله مقره في المملكة العربية السعودية، لأنه دائما المملكة العربية السعودية سباقة ورائدة في كل المجالات. صحيح. فبالتالي ريادة برضو أن المكتب يكون عندها، بحيث أنه كل المشاريع وكل الخطة الاستراتيجية تطلع المملكة العربية السعودية و بتضخ لكل دول الشرق الأوسط إن شاء الله، بتجاري العمل على تنسيقها إن شاء الله. دكتورة يعني أبغى أسألك، هل إحنا كان لينا مشاركة يعني فاعلة في هذا البرنامج؟ السعودية كان ليها يعني مشاركة سابقة ولا حيكون لها مشاركة في هذا البرنامج من خلالك؟ هو في هذا البرنامج بالتحديد لسه يعني حيكون إن شاء الله من خلال أولا اختياري أني أنا أمسك المكتب على مستوى الشرق الأوسط، فهذا يعني اكبر دليل انه يعني المكتب حيكون بمشيئه الله في المملكه العربيه السعوديه. واحنا كوادر سعوديه بتمسك مكاتب دوليه، لكن لسه كمشاركه لسه المملكه العربيه السعوديه ما شاركت في هذا البرنامج بالتحديد، ولكن في برامج كبيره جدا رائده المملكه هي قائده فيها. صحيح. طب دكتوره يعني حضرتك ليكي مساهمات كثيره وكنت حتى ضيفتنا في مساهمات كثيره للبيئه، كيف تقرأي إحنا وعينا وعي المجتمع السعودي من هذه الناحية إلى الآن؟ للأسف الشديد يعني المجتمع، مو بس المجتمع السعودي، المجتمع العربي بأكمله. صح. يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى بناء قدرات ويحتاج إلى ضخ برامج توعوية كبيرة، ولديه الرغبة يعني من خلال أنت عارفة حملاتنا الميدانية ومن خلال برامجنا ومن خلال انتشارنا في كل مكان. يحتاج المجتمع السعودي إلى برنامج، وأنا تقدمت الحقيقة بالبرنامج الوطني توعية مستدامة بيئتي عالم أخضر وطن أخضر، ورفعناه لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ووضحت في هذا البرنامج أنه سيعمل على تطوير الإنسان وسيعمل على تربية الأجيال تربية بيئية مستدامة. وسيعمل أيضا على تخفيض ميزانيات الدولة التي تصرف على العلاج من التلوث بمعدل 20 إلى 27% تقريبا، وإن شاء الله بإذن الله طبعا الدولة برنامج تطويره. وأنا قاعدة بأنتظر أنه يعني البرنامج هذا يعني يحظى بالموافقة الكريمة السامية، لأنه فعلا حيعمل نقلة نوعية. لأنه دائما أقول أنه التلوث ليس فقط هي الحماية من التلوث، لابد أن نبدأ بالأساس. الأساس من هو؟ هو الإنسان. من غير تطوير الإنسان ومن غير تربية الأجيال فإحنا نفقد 50% من التكلفة اللي إحنا بنصرفها. صحيح. على المشاريع اللي هي بتحسن. صحيح. الحد من التلوث. طب هو نفسه هذا البرنامج دكتورة اللي دعمته كمان الجامعة العربية ولا هذا مختلف؟ نعم، هذا البرنامج دعمته الجامعة العربية وحصلت على الموافقة المبدئية بتعميمه على الدول الأعضاء، وأيضا كافأتني جامعة. لا أتعمم مبدئيا، وافق مع الدكتور نبيل العربي بالتعميم مع دول الأعضاء. نعم. بتنفيذه، لأنه برنامج ضخم متكامل، أتمنى أنه يتم استضافة حلقة كاملة لهذا البرنامج. طب بس لو تعطينا بس نبذة عن
البرنامج بالضبط؟ البرنامج الوطني بيئة عالم أخضر وطن أخضر هو برنامج خلاص تم الموافقة عليه. أنا آسفة من أخذنا الموافقة المبدئية عليه من جامعة الدول العربية. وقعت مع 4 منظمات دولية بسبب هذا البرنامج. وقعنا أيضا مع 9 وزارات حكومية لدعم هذا البرنامج. البرنامج يهدف على المدى القصير إلى نشر الوعي البيئي من أفراد المجتمع، وعلى المدى الطويل إلى تطوير السلوكيات الإيجابية وتحويلها إلى عادة وتفعيل الأنظمة والقوانين. بناقش أول برنامج بكل فخر أقدر أقول إنه أول برنامج سعودي عربي بمعايير دولية. يعني إحنا ما جبنا عملنا copy and paste ولا جبنا برنامج وترجمناه وحطينا، لا، هذا البرنامج درس من عام 2006 على المجتمع السعودي، على الوضع، على العادات، على التقاليد، على مشاكلنا البيئية. طبعا مشاكل البيئية بصفة عامة بتكون متقاربة. أول برنامج يجمع بيناقش 9 استراتيجيات وطنية على مستوى وطن. بيناقش اللي هي نفايات الصلبة، بيناقش التغير المناخ تأثير الهواء، بيناقش المحافظة على البيئة البحرية والساحلية، بيناقش الصحة والبيئة، بيناقش ترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه، بيناقش أيضا ترشيد أنماط الاستهلاك، وبيناقش الحياة الفطرية، وبيناقش أيضا الأمن والسلامة. لي 4 أدوات مهمة. عندي برنامج متكامل وتم الانتهاء منه وتم تجربته والتوقيع مع وزارة التربية والتعليم مخصوص للمدارس. نفس الاستراتيجيات الوطنية 9 هذه احنا بنعملين برنامج للروضة رياض الأطفال، وبرنامج الابتدائية، وبرنامج المتوسطة، وجربناه وحقق نجاحات ضخمة حقيقة. يعني عملنا قياس الأداء قبل وبعد، ما تتخيل قديش الاستفادة اللي استفادوا منها. بندرب المعلمين، بنحول المدرسة إلى مدرسة مستدامة اللي هي جرين سكول، اللي هي يعني المدرسة خضراء. البيئية الخضراء. الأداة الثانية هي إنشاء مراكز البيئة والإنسان. وأيضا تمت موافقة، حصلنا على الأرض الخاصة بإنشاء المركز، والتجهيزات جاهزة والمخططات جاهزة، بتضخ نفس البرامج ولكن بتضخ لي فئة أخرى من المجتمع. وننتظر الدعم المالي لهذا المشروع. أيضا الأداة الثالثة الدعم المالي. نعم، ننتظر الدعم المالي للمشروع. الأداة الثالثة اللي هي من الحكومة طبعا. طبعا من الدولة، لأنه دائما البيئة بالتحديد لابد أن يكون على الأقل 50% من التكاليف أي مشروع الدولة تدعمها، لأنه يعني لا تعتمد على الدونيشنز. برنامج وافق عليه جامعة الدول العربية مش لاقي دعم من الحكومة، يعني مالي. أنا الوزارات كلها اللي وقعوا معنا ودعمونا لوجستي، لكن المالي غير موجود. لذلك احنا رفعناه للمقام السامي. وأنا أتمنى حقيقة، قاعدة بأنتظر، أتمنى مشروع زي هذا، لأنه مشروع هام جدا، مشروع حيوي جدا. دكتورة، إحنا يعني يمكن الوقت خلص معك بسرعة. أنا أبغى، وزي ما حضرتك قلتي، هذا يعني البرنامج يحتاج له حلقات عشان نعم. حضرتك نعم. تشرحي. بس أنا أبغى أسألك، يعني أنت في بداية الحديث عن البرنامج قلتي لي أنه تم دراسة وبحث الأوضاع في السعودية، وتم وضع الدراسة على البيئة السعودية. نعم، والمجتمع السعودي أيضا. طيب، بس حضرتك بتطلبي جامعة الدول العربية أن تطبق هذا البرنامج على دول الخليج الباقية أو دول العربية كلها. نعم، لأنه هل ممكن أنه شيء درس وطب يعني درس وتم بحثه وتم يعني زي ما هو يعني تخيط على البيئة السعودية؟ لا، بس معليش، احنا مجتمع سعودي عربي، عاداتنا وتقاليدنا متشابهة. أولا كخليج تقريبا احنا واحد أصلا. كمجتمع عربي عاداتنا، تقاليدنا، مشاكلنا، سلوكياتنا هي واحدة. فاحنا لما قلت برنامج سعودي بمعايير دولية، معايير دولية هي معايير عربية ومعايير أيضا دولية، حتى ممكن نستطيع تطبيقه في الدول الأجنبية غير الدول العربية. مشروع متكامل، مشروع مراجع من منظمات كبيرة دولية، مراجع من وزارة التربية والتعليم ما تخص المدارس. لذلك أنا أتمنى أنه أصحاب القرار يعني ينظروا بشأن هذا الموضوع. ما ينقصنا غير الدعم المالي وأن يتحول إلى مركز وطني. هذا طلبي، يتحول إلى مركز وطني تعبئة مستدامة، لأنه بدون تطوير الإنسان لن نصل إلى التنمية المستدامة مهما حاولنا. صح. يعني صح. والمؤتمرات كلها حقت العالم الآن بتنادي بتطوير صح. الإنسان. صح. دكتورة ماجدة، إحنا يعني نشكر أولا طبعا وجودك معنا، ويعني نحييكي على هذا الحماس اللي يعني أنا حاساه يعني من جد يعني طالع منك إيمانك، ومن جد بتغيري في هذا البلد وتنهضي به. الله يعطيكي كل يعني العافية والصحة، وإن شاء الله صوتك يوصل، وإن شاء الله تلاقي كل الدعم لهذا البرنامج الرائع، وتلاقيه يعني إن شاء الله بدل ما كان دراسة على ورق هتلاقيه إن شاء الله منشأة في الواقع إن شاء الله. شكرا لكم، تسلموا. شكرا. شكرا لك. مشاهدين، احنا متابعين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.
مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي لمناقشة حادثة الطفلة لمر ويجي. حياكم الله مشاهدينا من جديد. بننتقل الحين إلى جولة في أهم أخبار المملكة لليوم. خبرنا الأول بعنوان: مصادر صحفية تؤكد قرب صدور توجيهات بتثبيت معلمات محو الأمية والبديلات، حيث أكدت مصادر صحفية عن قرب صدور تعميم على جميع إدارات التربية والتعليم بتثبيت معلمات محو الأمية والبديلات للبدء بالتعيينات والتثبيت، والذي سيكون وفق ما جاءت به لجنة التثبيت لمن يملكن عقود محو الأمية والمعلمات البديلات. وبحسب بعض المعلمات البديلات فإنهن متفائلات بقدوم الفيصل للوزارة، مؤكدات ثقتهن بأن معاناتهن مع التثبيت المستمرة لسنوات ستنتهي دون شروط. إن شاء الله خير. إحنا أيضا مشاهدينا في سيدتي نضم صوتنا للمعلمات ونستبشر كل الخير بسمو الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الجديد. خبرنا الثاني مشاهدينا، نتابع فيه تغطيتنا لآخر مستجدات حادثة الطفلة لمى الروقي، وهو يخص المؤتمر الصحفي الذي عقده الدفاع المدني اليوم لمناقشة الحادثة. تفاصيل الخبر تقول أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر المديرية، وذلك لتسليط الضوء على ما تم من جهود ومحاولات حتى الآن لاستخراج جثمان الطفلة لمى الروقي. وكانت الطفلة قد سقطت في بئر ارتوازية بمحافظة حقل خلال نزهة مع عائلتها يوم الجمعة قبل الماضي، ولم تفلح محاولات الدفاع المدني حتى حين في استخراج جثمانها. مشاهدين، الحديث عن تفاصيل المؤتمر الصحفي معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي للدفاع المدني في تبوك العقيد ممدوح العنزي. حياك الله سيادة العقيد. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المشاهدين. سيادة العقيد، لو تخبرنا شون اللي صار وشون اللي تكلمتوا فيه في المؤتمر الصحفي اليوم. في هذا اليوم الخميس عقد في مقر مديرية الدفاع المدني منطقة تبوك مؤتمر صحفي لشرح سير عمليات البحث عن الطفلة لما في البير الارتوازي بوادي الأسمر في محافظة حقل. حضر المؤتمر الصحفيين في منطقة تبوك من الصحف الورقية والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون. تحدث سعادة مدير الدفاع المدني منطقة تبوك اللواء مستور الحارثي عن سير العمليات من ورود البلاغ في يوم الجمعة 17/2، حيث تبلغت غرفة عمليات الدفاع عن محافظة حقل من قبل والدها عن سقوط ابنته في تمام الساعة 3:54. سعادة اللواء عمل إيجاز كامل عن سير العمليات إلى يوم أمس، ذكر فيها من ساعة البلاغ ووصول الفرق إلى موقع الحادث. كذلك تحدث عن المسح الوادي بالكامل وتأكد أن الطفلة غير موجودة بالوادي. تحدث أيضا عن إثبات والدها وشقيقتها أن الطفلة لما سقطت في نفس البيرة المذكور. كما تحدث سعادة اللواء عن
الآليات التي انتقلت للموقع في الحال، حيث ذكر أن هناك 38 آلية ومعدة في الحال انتقلت إلى نفس الموقع من مدينة تبوك. كذلك وصل على الفور 74 عنصر من مديرية المنطقة. كذلك تحدث عن الاستعانة بالجهات الحكومية والأهلية والتي بلغ عدد المعدات أو الآليات التي وصلت للموقع 53 آلية، كما تطرق إلى وصول فرق إنقاذ متخصصة من منطقة المدينة المنورة والقصيم والرياض وإدارة الطائف. طيب سيادة العقيد، تفضلي. سيادة العقيد، حين قاعد تتكلم عن الجهود اللي قاعدة تبذل لانتشال جثة الطفلة لما، شنو العائق الحين بالضبط أنه يخلي كل هالجهود الضافر لكن في النهاية ما تم انتشال جثة الطفلة لما؟ حقيقة من البداية تم التأكيد على أو من خلال الكاميرات تم التأكيد على وجود الطفلة لما في 30 على بعد 30 متر، تم حفر 30 متر، وبعد ذلك تم إنزال حفار بعد 30، تم إنزال حفار لحفر 7 متر في صخور، واجهنا صخور بعد 30 متر، وهناك كانت تأكيدات على وجود الطفلة لما. في يوم 3 أو قبل 48 ساعة عند الانتهاء من الحفر الأفقي إلى البير الرئيسي، تم حفر بئرين موازيين نفس البير الرئيسي والدخول للبيرة التي سقطت فيها الطفلة، عند الانتهاء من عمل الفتحة اللي بدايتها متر ونهايتها 30 سنتي 30 سنتي. بعد الدخول على هذه الفتحة وجدت الدمية التي كانت مع الطفلة لما عند سقوطها، وكانت هناك رائحة كبيرة جدا تثبت أن الطفلة في هذا الموقع. حقيقة كانت الطفلة في هذا الموقع بعد سحب الدمية ووجود هذا الرائحة، انهالت الأتربة التي كانت موجودة بنفس الموقع، كانت الطفلة لما انهالت 11 متر إلى أسفل، انهالت 11 متر إلى أسفل. الآن جهود كبيرة لنزول هذا الموقع، كما ذكر سعادة اللواء مستور أن هناك حفار من شركة رامكو سوف يصل للعمل في هذه الأمتار التي تم تحديدها. سيادة العقيد ممدوح العنزي، أشكرك كثير على هذه المداخلة. طبعا إحنا مشاهدينا بعد الفاصل بنتابع الحديث عن تطورات حادثة الطفلة لما، وبالأخص عن اختراع جديد للكشف عن الآبار المهجورة لتفادي حوادث مماثلة، لكن هذا الحوار راح يكون مع زميلتي رنيم في الرياض بعد الفاصل، تابعونا. في سيدتي بعد الفاصل، إطلاق حملة للإبلاغ عن الآبار المهجورة في المملكة لتفادي وقوع حوادث جديدة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن قضية الطفلة المفقودة لما، للأسف مجرد وجود المزيد من هذه الآبار المهجورة قد يعرض المزيد من الأطفال لحوادث مشابهة، لذا فمن الحكمة أن يتم الكشف عن هذه الآبار وحماية المواطنين من الوقوع بها. للحديث عن تفاصيل الاختراع الجديد للكشف عن الآبار المهجورة أنتقل لزميلتي رنيم في الرياض، إليك رنيم. شكرا هدى. بالفعل يعني تحديدا من اجل هذا الحادث، حادث لما، ربي يصبر اهلها طبعا ويرحمها، او بشكل عام هذه الحوادث، انطلقت طبعا عده حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعيه من خطوره هذه الابار او المواقع الغير مكشوفه، بمعنى ان البير ممكن يكون مغطى بشيء خفيف او غطى مثلا قديم صده، وبالتالي ما كان واضح انه بير مكشوف او انه عميق، وبالتالي نظرا طبعا لكثره هذه الحوادث والسقوط في الابار، بالغالب الضحية مشاهدينا للأسف تكون من الأطفال أو حتى من الأشخاص العاديين، لكن أو اللي هم الواعيين، الأشخاص عفوا الكبار، لكن بشكل عام دائما المشكلة هي صعوبة إنقاذ المحتجزين، أما بسبب عمق البئر، طبيعة التربة أو غيرها من العوامل البيولوجية. لسبب مشاهدينا طبعا عندنا اختراع جديد، واسمحوا لي أستقبل ضيفي المخترع عشوان الدوسري والمختص في الإطفاء والسلامة لنتحدث أكثر عن الاختراع الجديد اللي إن شاء الله يساعد في إنقاذ العديد من الأرواح اللي لا سمح الله ممكن تتعرض إلى نفس الحادث. أهلا بك أستاذ عشوان. حياك الله.
بداية عرفني على اختراعك ومتى ابتديت بالشغل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتديت بالاختراع هذا من قبل شهرين تقريبا، لأنه كان فيه اهتمام من قبل سعادة اللواء مدير عام الدفاع المدني، وبلغني بالاهتمام هذا، وبديت في جمع المعلومات عن الموضوع لأبار النفط والسقوط في أبار النفط. والحمد لله رب العالمين، يعني كان عندي كمية معقولة من المعلومات وهذه، وكذلك ما قصروا، يعني دعمني ببعض المعلومات عن الأبار وعن هذه. فالحمد لله رب العالمين تمكن. كان في عندي بعض ضغوط من البيت ومن أسرتي وكذا، لأنهم يحسون أن أنا مسؤول وهم مسؤولين، وكل واحد مسؤول عن صحيح عن لما، واللي هو زي ما تقول اللي هو العاطفة الإنسانية للوضع الإنساني، سواء لأهلها الله يصبرهم إن شاء الله، أو للوضع اللي ما آلت إليه. صحيح. ففضل الله الحمد لله رب العالمين، وبجهود من أسرتي يعني خصوصا، ساعدوني في الكتابة، ساعدوني في الرسم، ساعدوني في تطبيق الموضوع هذا. بعد ما اكتملت المعلومات وهذه واخترنا الحل المناسب، اتضح انه يعني ممكن انه يسجل يعني كبراءة اختراع. بدأنا في صياغته خلال الايام القليلة اللي راحت. وكذلك يعني اشكر مكتب براءة الاختراع بمدينة الملك عبد العزيز، لانهم يعني قدموا لي ما بوسعهم على حسب الصلاحيات المتاحة لهم ومسؤوليتهم كمكتب براءة اختراع عالمي. أكيد. وكذلك الحمد لله رب العالمين، الاختراع هذا يعمل في جميع الأوساط اللي هي الجافة، وكذلك في الأوساط الرطبة. سواء كانت يعني رطبة زيوت أو سواء أو ماء أو غيره، سواء زيوت، ماء، طين مخلوط بالموية، يعني وحل، هذه ممكن يشتغل فيها الريبوت، هذا عبارة عن عقل إلكتروني يتخذ هو جميع المقاسات ويكيف السلة المحمولة لجميع المقاسات اللي ممكن أنها يصير فيها، وطبعاً يصير بطريقة يعني بدفع على طريقة جنازير على الحواف البير بقوة الضغط. طب لنفهم أكثر، يعني في البداية ذكرت أنه مستخدم في الأبار وحتى في أبار النفط. عادة أبار النفط الطريقة للاستخراج أو حتى لا سمح الله لإنقاذ أحد، هي عادة حسب ما أعرف ضخ سائل اللي هو الماء بشكل قوي جداً، وبالتالي يعني يصير في ردة فعل، وبالتالي يطلع الشخص لا سمح الله. بالنسبة للبير مثلا على سبيل المثال، لما يعني أكثر شيء ركزوا عليه في الدفاع المدني إن المشكلة كانت عمق البير، أعتقد كانت على عمق 35 متر. أوكي. إضافة لطبيعة التربة. كيف الآن إذا تكرمت اشرح لي آلية عمل الجهاز، كيف ممكن يعمل بأكثر من وسط مختلف؟ الجهاز هذا يتم التحكم به عن طريق شاشة من الأعلى وأدوات تحكم. كذلك أنه يعمل ويسير، يا يعني أما أن إحنا ننزله ونضغطه بالضغط يعني من الأعلى، أو أنه يعني إذا كان الوسط متاح أنه يلتصق فيه. إذا كان مثلا الوسط صار أوسع من طاقته، ممكن إحنا ننزله بالقوة من فوق بواسطة عمود، وبحيث أنه يتم ضغطه لين يصل إلى الجثة. إذا وصل سواء جثة أو سواء إذا إن شاء الله يكون أحد سليم، أو حتى مثلا حتى لو كان مثلا في بعض الآبار تسقط أجسام، تكون الأجسام هذه يا منها تعيق البير أو كذا، ممكن أنها نعم بالشكل هذا يكون شو اسمه الريبوت في الأعلى والسلة بالأسفل. السلة يوجد بها بطانة من الأسفل مبطنة طبعا من جميع الجوانب، هي على شكل دائري، تتخذ مقاسات، المقاسات هذه يحددها الإشعاع اللي موجود في الريبوت، يحدد مقاس البير. البير مقاس الاتساع قطر البير. وإلكترونيا كذلك يعني السلة هذه هي تأخذ مقاس أصغر ومقاس أكبر. تكون مبطنة من الأسفل بوسادة هوائية، بحيث انه اذا تم من شو اسمه النزول بها ومزود بحساسات واستشعار
بالأشعة بحيث أنه إذا تم الوصول وصار الجسم هذا اللي إحنا نبغى نلتقطه في مكان معين تتم شو اسمه ضغط هواء من الأعلى على الوسادة الهوائية من الأسفل. ممكن نشوف الصورة بيكون في يعني في الأسفل وفيه وسادة من هوائية من تحت وتعمل وسادة هوائية هذه إذا تم ضغط الهواء فيها بإغلاق الجزء المفتوح من الأسفل وبالتالي يصير الشخص داخل هذا وبالتالي يصير الشخص أيوة شفت اللون الأزرق اللي بالأسفل يطلع سهم لفوق تكون هذه كل حافة وهي ملتصقة بالجوانب بعد ضغطها بالهواء تصير زي شو اسمه الدائرة اللي بالأسفل الدائرة اللي بالأسفل هذه تكون مليانة بالهواء ومصمع مثل الإيرباك يعني تقريبا مثل الإيرباك يعني نعم فيه إيرباكات يعني أنها تتحمل لين 100 طن يعني مش في ايرباك انه مثلا بيخاف عليه من خدش او كذا لا في احنا نستخدم في الريسكيو وفي الطوارئ وفي الانقاذ هذه في عندنا وسائل تتحمل لمئات الاطنان وغير قابله للانهاك تتقطع مثلا غير قابله انها تتشق وهذه يعني هذا يعني كلها شو اسمه المتري او المواد هذه سهل الواحد يختارها او انه يستخدمها. الاختراع هذا طبيعي شو اسمه بعد ما يكون الجسم الموجود انقاذه في وسط هذه تعمل على الانتفاخ وانتفخت تعمل على اغلاق الفتحه اللي في الاسفل لانها كانت من الاول مفتوحه عشان هي تستوعب شو اسمه الجسم. بعد ما تعمل على تسكير واغلاق الفتحه السفليه يتم رفع شو اسمه الجسم المراد انتشاله. اما بسواء الريبوت هو نفسه عن طريق الاطارات وجنازيره انه يطلعه طبعا هو راح على حسب الضغط راح يكون قوه الوزن والشد او عن طريق سحبه من الاعلى يكون معلق بسحبه من الاعلى لانه اصلا متصل فيه وايرات للهواء وكذلك ورافعات له هذه. الاختراع هذا يعني في طور المجال النظري وبحيث انه في حال التصميم راح يراعى انه يكون يستخدم في الاوساط الرطبه كالمياه وكالزيت كالزيوت وكذلك يعني في الوحل يعني مثلا كانت الطين يعني كانت مشكله انه البير بعض الاحيان يكون اذا سقط فيه احد انه يندفن عليه بالطين او بالرمل طبعا ايوه أو إيه؟ في طريقه إن مثلا نحول التراب هذا الى وحل انه بنضغطه بمويه بحيث انه يتحول لوحل التراب هذا وبعدين تتم شو اسمه يتم معالجته بالطريقه هذه حقه الاختراع هذا. طيب استاذ عشوان يعني متى ممكن نقول ان هالاختراع يدخل فعلا في مجال التصميم او انه يستخدم؟ في حال شو اسمه في حال تصنيعه وانتاجه. كم تتوقع ياخذ معكم التصنيع والانتاجيه؟ والله يعني اتوقع متى نحصل بس على يعني متى الواحد يقدر يحصل على تمويل معين انه يقوم بهذا راح يبدا فيه بإذن الله تعالى. بإذن الله فعلا يعني تعالى. لا أهمية. طب بصفتك مختص في الإطفاء والسلامة يعني مثل ما ذكرنا يعني عادة هذه الآبار ممكن ما تكون مكشوفة بشكل واضح وحتى يعني صراحة لما الشخص يكون في البر ربنا يحفظ الجميع لكن مو طول الوقت بتراقب يعني ممكن يكون شيء جنبك لا سمح الله وما من يعني حتى ما لفت انتباهك. صحيح. يعني آلية التعامل أو كيف نحذر الأشخاص من أثناء التواجد في البر أو في الأماكن العامة في الخلاء مثلا أو حتى إذا في آلية معينة جديدة للإبلاغ عن وجود آبار أو مناطق مفتوحة وعميقة؟ والله هذه يرجع اللي هي يعني ضمير اللي حفروا الآبار هذه المفروض تكون بارزة يعني ممكن يعني محفر من سنين طويلة ممكن سنين طويلة ممكن من أيام التنقيب يعني في بعض الآبار الواحد ما يدري عنها هذه وتكون يعني البنية التحتية البنية حقة البير هذه من يعني لأنها طاف عليها أكثر من 50-60-70 سنة وكذا تكون متآكلة وتكون يعني على وشك الانهيار. والله يعني هي مشكلة قائمة والله يكون بعون الدفاع المدني يعني أنا ما ألوم الدفاع المدني على اللي سووه هذا اللي صار فيه شركات يعني كبيرة مثل أرامكو مثل بلادي مثل يعني اعتذرت عن الموضوع هذا الله يعطيهم العافية على الجهود اللي هم يسوونها يعني. يعني نعم الله يعطيكم العافية لكن في نفس الوقت يعني في علامة استفهام كبيرة مرة بصراحة إن أكيد. يعني تقريبا أسبوعين طفلة احتمال إنها كانت على قيد الحياة على الأقل لساعات ما كان في مجال لإنقاذها ربي ما يحط أي أحد مكانهم لكن أكيد. لهالدرجة كان يعني ربنا لا يبتلينا لهالدرجة كان الوضع صعب ما كان في أي آلية لإخراج الطفلة مثلا هي أو غيرها؟ ممكن لأن أنا سمعت أنا عن الموضوع هذا إنها كانت موجودة في مستوى معين ثم إنها شو اسمه نزلت إلى مستوى أعمق ثم بعدين التراب والطين اللي شو اسمه اندفن عليها
يعني اثناء السقوط حتى، وهو السقوط هذا اكيد الانسان بيضرب في الجوانب، وهذه اذا ضرب في الجوانب ممكن ينهار عليه شو اسمه الجوانب، وهذه يعني ما يصعب اللي هو عمليه الانقاذ. يعني انت يعني مثلا البير قطره ما يقارب نقول من 45 الى 50 سنتي مثلا، هذا العلوي، بس اذا بدا في الصخر يكون ينقص لين 35 شو اسمه 40 سنتي، يصير اضيق. اي يصير اضيق، لان البير عباره عن جزئين، الجزء العلوي هذا لازم يرتكي على مكان وعلى حواف انها تمسكه. ممكن اثناء هذه وعلى قدم البير، وهذه انا ما اطلعت على البير يعني اوقفت على البير، ولكل حادثه حديث يعني لكل حادث بصمه معينه، ما في حادثين يتشابهن. طيب بالنسبه لك ما شاء الله يعني في 3 اختراعات سبقت هذا الاختراع، بسالك يعني عن مصيرها، ويعني اذا بنربط الموضوع في المصير يعني هل مثلا في او اكثر الصعوبات اللي تواجهك كمخترع؟ والله في عندي اختراعين مدعومه من قبل مدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه، في حاضنه بادر للتصنيع المتقدم، واحنا الحمد لله رب العالمين يعني وصلنا مراحل المتقدمه في هذا بالمشوار هذا، واشكر لهم جهودهم. وكذلك احنا بادين في مراحل اللي هي مراحل العالميه، يعني الاختراع اذا سجلناه احنا وحصلنا على براءه اختراع في السعوديه ما يعني انه حمانه في امريكا، حمانه في اوروبا، حمانه في الصين، حمانه، لازم احنا نروح نسجل في جميع الدول هذه. وهذه يعني المعلومه لابد ان كل مخترع وكل مسؤول انه يعيها. احنا مش براءه الاختراع انها تحميني عالميه، صحيح انا اخذت، لان الاختراع ينقسم الى قسمين، قسم ملكيه فكريه وقسم ملكيه ماديه. الملكيه الماديه لك اسبقيه سنه واحده بس من تسجيلها في المكتب الوطني، مثلا انا كنت سجلتها في السعوديه لحمايه مده سنه في السعوديه، اللي مش حمايه بعد اللي اسبقيه اني اقدر اسجلها في اي دوله ثانيه اختارها. بس مكلفه جدا، يعني انا اشوف ان الوضع مثلا وضع المخترعين انها اللي يعني زي ما تقول ما يكون مستعد للشيء هذا او في جهه معينه للدعم، يعني يبغى لها مبالغ طائله. مش هي بس اختراع انا راح اسجلها ب 400 ريال في مكتب براءات الاختراع السعودي وانتهى الموضوع، لا، في متابعه وفي تاكيد، على توثيق عالميا، وفيه انك يعني الاختراع يعني مثلا اذا كان احنا في مثلا كمستثمرين عندنا، المستثمرين هو يبغى له راس مال جريء، واحنا المستثمرين عندنا كلهم راس المال اللي عندنا كله جبال للاسف. يعني ما يبغى يعني ان نتكلم في موضوع بروح القى المستثمر ولا يجي يشاركني، لا، المستثمر يبي يشوف اول شيء الاختراع قبل. صحيح، هو لو في واحد بس من المستثمرين هذا ذاق حلاوه الابتكار كان كلهم مشوا، لاني اعرفهم، اذا فتح واحد مكتب عقار فتحوا كلهم مكاتب عقار، اذا فتح واحد حلاق فتحوا كلهم حلاقين. يعني في يعني احنا في عندنا سيستم، بس ما بعد احد جرب، يعني ما بعد احد جت الجرأه انه يجرب. لكن ان شاء الله نتمنى على الاقل، يعني ما شاء الله طالما قدرت انك تسوي الاختراع على الاقل يكون في نموذج مبدئي لتصميم مبدئي بحيث ان الصوره تكون اقرب او اكثر واقعيه باذن الله تعالى. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود حاضنة بادر للتصنيع المتقدم، حصلت على دعم لتطبيق النموذج الأولي، وسوينا تجارب على واحد من الاختراعات اللي هو لإطفاء أبار النفط والغاز خلال ثواني، وبتكلفة ما تتجاوز يعني ممكن 1% من التكلفة اللي تتجاوز في, 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 في الطرق التقليدية، وكذلك ممكن شخص واحد إنه يقوم بالعملية بدل مئات الأشخاص والفرق اللي تشتغل 24 ساعة يتنوبون على عملية الإطفاء. كذلك ممكن استطاعت الوصول للبير خلال ساعات، يعني أي كذلك يعني له عدة مميزات. الاختراع الثاني حق مثلا مخارج الطواري هذا يخلي المعاقين دون الاعتماد على غيرهم، يعني احنا راح نعطي فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعشر أضعاف المساحة المتاحة لهم حاليا، المساحة المتاحة لهم حاليا انها تكون على مستوى الدور الارضي الجراوند فلور بس. بس بالاختراع هذا راح نعطيهم الى 10 ادوار، يعني احنا اعطيناهم شو اسمه 1000% زياده للمساحه المتاحه لهم. وكذلك عمليه الاخلاء طبعا هو مدروس من الدفاع المدني، اشكر جهودهم فيه، وكذلك مدروس حصلت على موافقه من الخدمات الطبيه للقوات المسلحه، واشكر سعاده مدير الخدمات الطبيه المسلحه على موافقته على اني اسوي التجربه في مستشفى الخدمات الطبيه. اما بالنسبه لاختراع الطائرات فهذا اختراع الطائرات هذا ايش رايك نتكلم عليه مره ثانيه، لان ما شاء الله واضح ان في حصيله من الاختراعات، لكن اسمح لي يعني في الختام، عدد كبير حاليا من على الاقل يعني المختبرات او المعامل الموجوده في الجامعات الورش مشاهدينا، عدد كبير من المخترعين او الطلاب يتجهوا لها يطبقوا المشاريع علشان تكون جاهزه، وبحال يعرضوها يكون في نموذج اولي. اكبر معلش اكبر غلط احنا نتخذها الحين ولا راح تتضع اللي هي نتائجها الا بعد عقد من الزمن.
وهو ان حطينا الاختراعات في الجامعات، الجامعات هذه منشآت علميه، مش احنا نبغى نحطها في في مثلا في الكليه التقنيه، في معهد الصناعي، في معهد التدريب المهني. الاختراع تجاوز مرحلة العلمية، حصل على براءة اختراع. لا هذا مرحلة ثانية. أيوة لكن في أيوة حال هذا يعني القصد، اسمح لي أنا لأن الوقت ضيق، مخترع عشوان الدوسري مختص في الإطفاء والسلام، أحب أشكرك. لكن مشاهدينا يعني دائما نقول أهل مكة أدرى بشعبها، طالما عندنا هذه نوعية من المشاكل، مشاكل في لا سمح الله الآبار بسبب التنقيب قبل أو أن يكون في آبار قديمة أو غيرها، على الأقل نركز على احتياجاتنا الأساسية. يعني اللي صار صار للأسف للأسف للأسف، لكن على الأقل نركز على الموجود، نحاول نطبق الاختراعات الموجودة، أو على الأقل نشتري بعض المعدات اللي تساعدنا على أننا ما ننحط في هذا الموقف، أو لا سمح الله نحمي أطفالنا أو غيرهم تحديدا من هذه الحوادث. ربنا يحفظ الجميع، وطبعا دائما في تركيز على الاختراعات وعلى دعم هذه الاختراعات. نتمنى دائما التواصل وأن هذه الرسائل توصل. مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، صاعقة كهربائية تنقذ الممثلة الكويتية شهد من الموت. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، بننتقل الحين لمواقع التواصل الاجتماعي ونشوف شنو اخترنا لكم من الهاشتاج اليوم. نتابع. بعد انتشار خبر توقف قلب الفنانة شهد أثناء ولادتها في أحد مستشفيات تايلاند والتي تقيم فيها منذ سنة، وبعد محاولات لإنقاذها، أنشأ المغردون على موقع تويتر هاشتاغ بعنوان شهد، متابعين فيها آخر التطورات في صحة الفنانة وصحة مولودها، وداعين لهما بالسلامة والشفاء. فغردت الفنانة هيا عبد السلام: الله يحميك ويحفظك انت وبنتك، آمين، ادعو لها. ودعت الفنانة شذا سبت المغردين: دعواتكم للفنانة الجميلة شهد ومولودها ان يقومون بالسلامة والله يشفيهم. طبعا مشاهدينا اغلب الفنانين كاتبين على تويتر وعلى انستغرام، وكلهم قاعدين يدعون للفنانه شهد، هي اخت وفنانه. يعني فعلا الوضع اللي تعرضت له، هذه الازمه اللي تعرضت لها من خلال توقف قلبها، ويعني والحاله اللي صارت لولدها، احنا كلنا ندعي لها انه الله يوصلها بالسالم، انه ترجع لصحتها وترجع لنا. طبعا في كثير فانز ويعني متابعين للفنانه شهد ويحبونها، وكلنا نحبها وكلنا قلوبنا معاها وكلنا قاعدين ندعي لها. احنا مشاهدينا يعني بناخذ مكالمه مع والد الفنانه مسك اللي موجود في تايلاند، هو الحين موجود معاهم في المستشفى عشان يطمننا عن حاله شهد. اذا المخرج اذا يقول لي اذا التليفون جاهز ولا بعده. طبعا مشاهدينا مثل ما تعرفون ظروف المباشر وظروف الاتصالات الهاتفية، وبالذات انها في تايلاند، مثل ما تعرفون شهد انتقلت للعيش في تايلاند مع زوجها واهل زوجها ومع اسرتهم، وكانت تنزل صور وهي حامل. يمكن نقول هذه عين صابتها، يعني واحد لما يشوف شيء جميل لازم واحد يقول ما شاء الله وتبارك الرحمن، لانه سبحان الله العين حق. وان شاء الله يا رب تكون هذه ازمه وتعدي وترجع لنا شهد باعمالها الحلوه والجميله. اسال المخرج اذا التليفون جاهز ولا بعده. طيب مشاهدينا احنا بنطلع فاصل لين ما يجهز التليفون والد الفنانه مسك عشان يطمننا عن حاله شهد، ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مبروك تدشين أول مكتب رسمي لمحامية سعودية بالمملكة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مثل ما وعدناكم قبل شوي معانا تليفون من أبو شهد من تايلند عشان يخبرنا ويطمننا على سلامة نجمتنا اللي كلنا نحبها وكل مشاهدينا ينطرون يطمنون على سلامتها. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، أحب أمسي على جميع المشاهدين وأشكر القناة المحترمة على إدارة التواصل والاهتمام، وجميع الناس اللي متواصلين ويسألون على من الصبح إلى الليل. لساني عاجز جدا عن الشكر
وشاهد هذا اقل شيء يعني نحن ممكن نسويه، يعني شاهد غير انها فنانه اخت وبنت ما شاء الله عليها حققت نجاح كبير في الفتره اللي طافت وعندها ناس كثير تحبها وتحترمها، لو تخبرنا بالضبط شنو اللي صار معاها وكيف تعسرت ولادتها؟ نعم، في طبعا خلال فتره الاشهر دائما نسوي لها فحوصات، كانت الامور كلش طبيعيه وعاديه، الضغط كان كل شيء اوكي، ما في اي مشكله. تفاجئنا يعني قبل يومين انها تحس بدوخه والم الم في الصدر، وكانت يعني تحس يعني الام كبيره في منطقه الصدر، وعملت الاختناق مره واحده طاحت علينا، فشلناها بسرعه وديناها الطوارئ. ففي في في, في الطوارئ قالوا ان الضغط ارتفع، وش اسمه ايضا نبضات القلب جدا سريعه، وتوقف قلبها مرتين، تعمل الصدمة الكهربائية مرتين، والله سبحانه وتعالى كتب لها حياة جديدة. الحمد لله. الحمد لله. لو تخبرنا عن صحة المولودة أبو شهد. المولود نفس الشيء، يعني هو تأثر بالأم لأن انحرم من الأكسجين فترة طويلة، فبالتالي الدكتور قال لازم نولدها، لأن هي موعدها بعد نهاية الشهر هذا، يعني تقريبا 29/1 موعد ولادتها، فالآن اضطروا أن يولدونها. المشكلة الآن يعني شهد وولدها في الإنعاش تحت العناية وتحت رحمة الله سبحانه. أكيد مشاهد إحنا كلنا ندعي من كل قلوبنا، الله يا رب إن شاء الله يعني تصحالنا بالسلامة هي ومولودها. لو تخبرنا شنو قالوا لك الأطباء عن حالتها هي والمولودة؟ نعم. بالنسبة لشهد بعد يعني اليوم الدكتور قال لي إن عندها مشكلة في القلب، عندها كهرباء زايدة في القلب يعني، ومشكلة ما يقدرون يسوون لها العملية إلا بعد خروجها من الإنعاش. يعني الآن عندنا مشكلة، يعني مشكلة خروجها ومشكلة ثانية عندنا في العملية، وأنا موافق أن أسوي العملية، ولكن المشكلة ما في أي تحسن الآن في غرفة الملاحظة يعني. نفس الشيء المولود عنده نزيف في الدماغ، قاعدين يقللون نسبة النزيف هذا، وأنا ما زلت الآن في يعني صار بين غرفتين، غرفة شهد وغرفة ولدها يعني. الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء العاجل ولكل مسلم إن شاء الله. آمين يا رب آمين. إحنا أبو شهد صدق قلوبنا معاك ومع شهد ومع مولودتها، كل الفنانين يعني تأثروا بهذا الخبر، يعني هذا قدر قضاء وقدر من رب العالمين، حتى المعجبين تأثروا كلهم يدعون، كل وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تتناول هذا الخبر وقاعدة تدعي من كل قلبها الشهد. نتمنى يا رب أنه الله يقومها بالسلامة وترجع لنا بضحكتها في الشاشة وترجع تنور الشاشة مثل ما كانت هي ومولودتها، والله يصبركم والله يعينكم على الحالة اللي قاعدة تمرون فيها. ما أقول إلا الحمد لله أولا وآخرا، وأي شيء الله يكتبه إحنا نقول الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا يعني. وأشكركم جميعا على التواصل والدعاء، وإن شاء الله بركة دعواتكم. هذا أقل شيء أبو شهد، يعني هذا أقل شيء ممكن إحنا نسويه. الشهد زميلتنا وإختنا ومحبوبة اللي عندها كثير من الناس، يدعو لها بكل الخير إنها تقوم بالسلامة يا رب. يعطيك ألف عافية ومشكور. الله يعافيك. شكرا لكم جميعا فردا فردا، ما أخصص أحد، كل من سأل شكرا من أعماق القلب، وإن شاء الله من لسان حالها تشكركم هي شهد إن شاء الله. آمين يا رب إن شاء الله. تبي تقول شيء أبو شهد؟ أبي سلامتكم، أشكر القناة وجميع أسرة القناة وكل الناس، وإن شاء الله بركات دعواتكم، نسمع الأخبار الطيبة بإذن الله. إن شاء الله جديد. إن شاء الله يا رب. يعطيك ألف عافية مشكور. الله حياك، مع السلامة. طبعا مشاهدينا في كثير من الناس بس تحصل اخبار مثل هذه تقوم تطلع اشاعات. ابي اقول للناس اللي قاعده تكتب على تويتر ولا انستغرام عن وفاه الفنانه شهد، تفائلوا خيرا للناس، يعني عندكم خوات بالبيت، عندكم امهات، فالواحد لازم يكون بدل ما تدعون لها يعني تفولون عليها، ليش يعني كذي؟ يعني اشوف انه عيب انه بعض الناس اللي قاعده تكتب على تويتر. اليوم كان معانا ابو شهد واثبت لنا ان شهد هي الحين في الانعاش هي ومولودتها، ويا رب يا رب إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة، وإن شاء الله يا رب ترجع لنا مثل ما كانت. إحنا مشاهدينا بهذا الخبر شوية مؤسف، ننتقل الجدة عفوا مع إنجاز جديد المرأة السعودية المحامية، هذه المرة تحتفل فيه سيدتي مع زميلة جيهان. إليك جيهان. شكرا لك هدى. فعلا يعني من جد من المؤسف اللي بنقراه في تويتر على الإشاعات اللي طلعت على شهد،
إن شاء الله ربنا يقومها بألف سلامة هي وطفلتها، وترجع إلى الشاشة بضحكتها وابتساماتها الطفولية البريئة. هدى، فعلا زي ما ذكرتي أمس احتفلت الأوساط مجتمع المحاميين في جدة بالحفاوة بالكثير من المحاميات حين تم تدشين أول مكتب رسمي لمحامية سعودية. هذا أو حفل الافتتاح الذي أقامته المحامية السعودية بيان زهران قامت فيه أيضا بتكريم والديها اللذين كانوا الداعم الأول لها في مشوارها، بالإضافة إلى تكريمها لكثير أو لكل يمكن الأسماء التي ساندتها في هذا المشوار. كاميرا سيدتي كانت هناك في قلب الحدث ونقلت لنا التقرير التالي، نشاهده سويا ثم نعود للحوار. وسط حضور لفيف من رجال وسيدات القانون، تلقت المحامية السعودية بيان زهران التهاني والتبريكات بمناسبة تدشين أول مكتب رسمي للمحاماة تحت اسمها كمحامية سعودية حصلت على رخصة رسمية لمزاولة المهنة ضمن أول أربع سيدات في السعودية. الحفل الذي بدأ بقص الشريط الرمزي للافتتاح كرمت من خلاله المحامية والديها حين قصت والدتها الشريط، ودشن والدها الحفل في خطوة رد الجميل إلى عائلتها التي ساندتها منذ البدايات وحتى اليوم. الكفاح مطلوب من الكل، وسواء ابن أو ابنة، متلازمين في الحقوق في الواجبات بالنسبة للأسرة، وهذا واجب على كل أب. وفرحة ما في شك أنه يرى زرعه وحصاده، زي ما قلت لها أتمنى من الله انه يكون من لكل امرئ من اسمه نصيب، ويكون نصيبك انك تبين الحق، بيان الحق وازهاق الباطل. ميزه حقيقه في الاستاذه بيان انها كانت تطالب بالطرق الصحيحه بالطرق المتزنه، الى ان حصلت هي وزميلاتها على التراخيص. اليوم ترجمه عمليه لافتتاح اول مكتب محاماه. اليوم حتى طالبات القانون في مختلف الجامعات أصبح لهم قدوة كسادة بيان أو كأول محامية، هيفضلوا يتابعوها، أصبح لهم دافع. بحس بصراحة أنها انطلاقة جديدة للمرأة بشكل عام أول شيء. الشيء الثاني أنها ممكن تنفع النساء اللي في السجون اللي عندهم قضايا، بيكون عندها طبعا أكثر حرية أنها تتكلم عن قضيتها، أنها تكون عندها مساحة كبيرة من الخصوصية برضو مع السيدة. استعرض الحفل سيرة مصغرة من مشوار المحامية بيان زهران ومسيرتها خلال السنوات الماضية وعضويتها في بعض الجمعيات المهتمة بخدمة الإنسان، بينما تداخلت بعد ذلك كلمات الحضور وهم المختصين في المجال القانوني والمجالات التي تتداخل مع هذا المجال. أوجه كلمتي لكل المحامين، طبعا اتقوا الله عز وجل في أعمالهم مع المدعي والمدعي إليه، لأنهم المدعي بيعطيهم اللي هم وكيلهم بيعطيهم هذا الأمانة يترافعوا عنه ويتقوا الله فيما يقدمونه من حجج. نحن سعداء جدا بهذه الخطوة، نأمل أن تستمر، نأمل أن يتفهم الجميع هذه الحاجة وهذا الحق، وأن يدعم هذا التواجد بكل ما يستطيع. وجود بيان أول محامية بتفتح مكتب، هذا شيء بيدعمنا كثير، والجهد اللي عملته هي مجموعة من المحاميات عشان يقدروا يكونوا مرخصات، فهذا فخر كبير لنا. أي إنسانة دارسة قانونية، أنظمة قانون، محاماة، أكيد يراودها هذا الشعور. بس الاختلاف فين؟ إذا هي حابة القضايا والمحاكم أو الاستشارات والعمل المكتبي. الخطوة الرمزية التي بدأتها بيان زهران كانت في يوم من الأيام مجرد حلم، ولكنه تحقق بعد عمل دؤوب نجحت المرأة من خلاله في كسب الثقة وسط ترحيب مجتمعي كبير، وخصوصا بين السيدات اللاتي وجدنا أخيرا من يتفهم العديد من القضايا الشائكة بلغة المرأة للمرأة على سبيل المثال لا الحصر، لتأتي بعد ذلك لحظات التكريم لينال كل من اجتهد نصيبه. لبرنامج سيدتي صبري بايشسير، جدة.
شكرا لك صبري، للزميل صبري بشير على هذا التقرير المميز. في هذه الفقرة نقترب أكثر من صاحبة الحدث لتحدثنا عن المزيد عن هذا المكتب الذي يعد خطوة رائعة لكل مرأة سعودية. أهلا وسهلا بك بيان، ويعني كل عام وانت بخير أولا، ويعني ألف ألف مبروك لتدشين المكتب. واعذريني أني أنا ما قدرت أجي لظروف خاصة، ولكن يعني صبري فيه الخير والبركة ينوب عننا كلنا في سيدتي. أهلا وسهلا فيك جيهان وفي جميع مشاهدين روتانا خليجية، وطبعا أكيد معذورة وعذرين انشغالك، والأستاذ صبري أكيد رحبنا بحضوره. بيان حكيني عن هذه الخطوة العظيمة، افتتاح أول مكتب رسمي لمحامية سعودية. طبعا هذه الخطوة أتت بعد دعم خادم الحرمين الله يحفظه للمرأة في السعودية، وشفنا كمان السنوات الماضية كانت كفيلة أن المرأة دخلت مجلس الشورى، وفي أواخر العام الماضي كمان حصلنا في 6 أكتوبر على الرخصة، والآن الحمد لله كنت طوال الفترة من تاريخ حصولي للرخصة إلى تقريبا الأسبوع الماضي كنت بأسس المكتب، والحمد لله أسسته وكونت فريق عمل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من جد والله، يعني خطوة نبارك لك، هي إن شاء الله تكون يعني الخطوة الأولى ومو الأخيرة إن شاء الله. بيان خليني يعني زي ما شفتها في التقرير ما شاء الله تبارك الله، الوالدة قصت الشريط والوالد دشن الحفل، لو تحكينا أكثر عن دورهم فعلا من غير مجاملات ومثاليات بزيادة، إيش كان دورهم فعلا إلى أن أصبحتي الآن المحامية بيان اللي كان عندها حلم أن هي تفتح مكتب محاماة وفتحته الآن؟ يعني أنا الداعم الأول في حياتي، وأنا دائما أذكرها في وسط العائلة وفي كل مكان، هو والدي الشيخ محمود زهران، طبعا من طفولتي إلى الآن وللمستقبل إن شاء الله ما أقدر أستغنى عن دعمه. وطبعا والدتي الكريمة برضو كان لها دور فاعل بعد الله عز وجل. هل كانوا موافقين من البداية على اختيارك مهنة المحاماة يعني؟ طبعا بكل تأكيد، بس هي يعني دخولي لمهنة المحاماة يعني هي جات قصة، ما هي يعني أنا ما دخلت مثلا أنا كنت عندي خطة معينة أو كده، لكن في قصة لدخولي مهنة المحاماة. أنا سمعتها اليوم في الراديو، في أنت كنت في الراديو اليوم في بانوراما صح؟ مع علامة سعود نعم. طيب بيان خليني أول شيء يعني أقول لك أنه ما شاء الله الاحتفال كان رائع، شفنا يعني حتى في التقرير أنه الكثير من الشخصيات القانونية الكبيرة المعروفة الذكورية كانت لزمن طويل عندنا هنا في السعودية كانت حاضرة في هذا الاحتفال، حكيني كيف كان تفاعلهم؟ والله يعني كل من حضر وكل من شرف أمس في حفل تدشين المكتب سعيد كثيرا بتواجدهم بحضورهم المتحدثين، وأشكرهم من خلال قناتنا المفضلة طبعا المتحدثين الحضور. حسيتي في غيرة شوية ولا كان في دعم من القلب فعلا؟ نهائي، زملاء المحامين بالعكس يعني كان لهم دور إيجابي من أول وإلى الآن، ويعني ما نقدر ننكر فضلهم بعد الله عز وجل، وأيضا الزميلات القانونيات كان تواجدهم وفرحتهم كبيرة جدا، ونوجه الشكر لصاحب الفضل الأول خادم الحرمين الشريفين اللي منحنا هذا الحق. طب بيان إيش القضايا اللي حتستقبليها بداية في هذا المكتب؟ هل بس حتركزي أو في البداية يمكن تركزي على قضايا المرأة؟ هو الآن مكتبي يعني أوريدي حصلت تعاقدات سواء مع أفراد أو شركات، وفي قضايا إدارية أيضا، وفي قضايا أحوال شخصية. يعني ما حتركزي على قضايا المرأة؟ قضايا المرأة هي لها أولوية، عنصرية. هي لها أولوية بالنسبة لكوني مرأة، ولكن المكتب غير مختص بقضايا المرأة فقط. طب كان في ندوة على هامش الحفل الافتتاح صح، وكان فيها مشاركة خارجية واسعة، تحدثينا عنها بالضبط، إيش كان عنوان، إيش كان موضوعها، هدفها إيش؟ طبعا أنا بمناسبة افتتاح مكتبي حبيت أقدم لزميلاتي القانونيات هدية صغيرة، يعني هي المفروض اللي يعطوك الهدية، هي ما هي هدية صغيرة، هي كبيرة الحقيقة، لأنه كان في حتتمنني عليهم لا، لأنه كان في عمالقة وأساتذة في الندوة هو هي بالنسبة لي يعني اللي حضروا شخصيات فطاحلة في القانون، نعم، ولهم فضل كبير في المهنة،
طبعا اللي قدمها الدكتور عمر الخولي، الأستاذ خالد أبو راشد المحامي، ومحامي زميل أيضا من الإمارات المحامي عبد المازني، كانت عن إدارة وتأسيس مكاتب المحاماة، وتم النقاش والاستفادة أيضا من خبراتهم كونهم عندهم مكاتب، واستفادة كمان من الدكتور عمر بصفته أكاديمي أيضا ومارس طبعا المهنة. طبعا. طب هل حنعهد في السعودية الآن يعني عهد جديد للاستشارات القانونية النسائية؟ هل حنشوف افتتاح أكثر لمكاتب أكثر للمحاميات السعوديات؟ أكيد طبعا، أكيد، لأنه في البداية أكيد يكون في تخوفات، لكن أنا نصيحتي دائما للقانونيات وللمرأة بشكل عام لا يعني لا تضعي عوائق في طريقك. يعني أكيد كل إنسان يبغى ينجح، يبغى يكون شيء إيجابي جديد كمان، أكيد حيواجه عقبات، هذا شيء طبيعي وهذه من البديهيات، لكن أنا مو قبل ما أبدأ خطوتي أقول أنا حيكون عندي عوائق، لا، أنا أبدأ وأتوكل على الله، أجتهد، إذا جاتني عوائق أعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أستفيد منها كمان. طب هذه يعني إجابتك الرائعة على الشق الثاني من السؤال. الشق الأول، هل يعني حنشوف النساء هتتشجع وتبتدي أنه فعلا تعي وتطالب بحقوقها وتيجي وتستشير المحاميات؟ هل حيسهل لها هذا وجود محاميات على الساحة إن هي تطلع بمشاكلها وتطلع عشان تعرف حقوقها فعلا؟ أكيد. إحنا في طبعا أنت بتكلمي على الشريحة النسائية، يعني الشخصيات النسائية العامة مش القانونيات. للأسف الشديد يعني أنا جيني المكتب الفترة الماضية كان سيدات متعلمات وبعضهم كمان طبيبات، لكن في مسألة الحقوق بتجهل مثلا إجراءات التقاضي، كلنا نعم نشر الحقوق، بتجهل خطوات قانونية صح مهمة، وبتضيع يعني حقوقها بسبب الجهل. صح. يعني هي تكون متخصصة ومتعلمة في حاجة ثانية. نعم. كون وجودنا هذه يعني مو أنا اللي بتكلم عن نفسي، لكن العديد من السيدات ذكروا قبل كده إنه وجود القانونيات وجود المحاميات بيدعمهم في التعرف على حقوقهم بشكل أوسع. هنشوف قضاء نساء؟ ما أتوقع. ما تتوقعي؟ لا والله أبداً. يعني أنا ما أتوقع، أنت بتسأليني أنا ما أتوقع. أنا حدي إن شاء الله بإذن الله. إحنا نبارك لك هذه الخطوة بيان، وبيان يعني كل من اسمه نصيب، يعني إن شاء الله أنت تكوني بيان للحق إن شاء الله، الله، وإن شاء الله يعني أنت أول الغيث إن شاء الله ويلحقك الكثير بإذن الله. إحنا من جد فخورين بك. شكرا بيان، شكرا لحضورك. مشاهدينا مكملين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تقنية جديدة تلوح الوداع للسلوليت. حياكم الله مشاهدينا من جديد. السلوليت ظاهرة صحية تعج يعني تعاني منها معظم السيدات في أي مكان أو عمر كانوا. طبعا وصفات كثيرة سمعنا عنها لعلاج السلوليت، لكن ليست بالفعالية اللي نتمناها. ضيف زميلتي رنين في الرياض يبدو أن عندها تقنية قد تساعدنا نقول باي باي للسلوليت. رنين شنو عندك؟ والله يا هدى بصراحة نتمنى، يعني تخيلي أنا أحس أنها مثل فيري تيل، يعني قصة جميلة، إن خلاص نو مور سلولايت، نصحى من النوم نلاقي ما في أي مشاكل، لأن هذه مشكلة يا هدى. وحتى بعض السيدات اللي يكون عندهم أحيانا نحافة شديدة في بعض المناطق يكون فيها سلولايت. صحيح. فالمهم يا هدى أنه بالفعل الظهور بشكل جميل وارتداء كل ما تريد المرأة من ملابس هو طبعا حلم وهو غاية، ممكن أنها تدفعها للحفاظ على رشقتها وحتى على تجريب كل شيء جديد للحفاظ على الجسم، لكن عادة نستخدم كريمات أو حبوب أو حتى أنظمة غذائية للتخلص من السلوليت أو السلولايت، لكن فترة وترجع. فاليوم نتكلم عن تقريبا حل سحري مشاهدينا، ما في داعي لتخفيض الوزن، لكن بكل بساطة نتخلص من هذه التكتلات الدهنية المتجمعة أو التكتلات اللي فيها سوائل سلولايت، وخلال جراحة بسيطة. انتبع تفاصيلها مشاهدينا في التقرير التالي. كثيرا من النساء يعانين من السلوليت في مناطق معينة من الجسم، مما يؤدي إلى شكل غير متناسق جماليا، ليتسبب للمرأة بالإحباط وشعورا بالحرج.
فالسلوليت عبارة عن تغيير في شكل الجلد يبدو على هيبة قشرة البرتقال، وذلك نتيجة تخزين دهون الجسم بشكل غير متناسق. على مدى 100 سنة الماضية جرب الأخصائيون أنواعا عديدة من العلاجات، ولكنها لم تأتي بنتيجة دائمة ومستمرة، لتظهر لدينا تقنية السلوليز الجراحية، وهي الوحيدة في العالم التي تعمل على إزالة السلوليت والدهون بطريقة آمنة وبعمل جراحي طفيف باستعمال ليزر متقدم ذو تقنية فريدة في العالم تسمى سايدليز 3D. كنت أعاني من السلوليت في المنطقة السفلية، فلجأت للسلوليز لأنه سمعت أول شيء عن طريقته وجربت، ما حسيت أي ألم. الشيء الوحيد اللي ما في أي أثر تقريبا، ما في أي أثر جانبي إطلاقا. الشيء الوحيد اللي ممكن تشوفه انه بحيث في تزرف محل المنطقه ما اشتغلنا بيستمر من يومين لثلاث ايام، مطلوب مننا تلبس مشد لمده اسبوع تقريبا، غير هيك ما في اي شيء. بامكانك اليوم تعيش حياتك الطبيعيه بدون حتى ترجع بعد الرياضه، بعد ثلاث اربع ايام ترجع 100% لحياتك الطبيعيه. أخيرا أظهرت الدراسات أن 90% من النساء يعانين من السلوليت، وأما نسبة ظهوره لدى الرجل فهي ضئيلة جدا. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني، الرياض. إذا مشاهدينا المزيد من التفاصيل أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور فادي نصر استشاري الجراحة الجلدية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني بعض الناس مثلا يكون فعلا أو السيدات تحديدا نظام غذائي صارم أو حتى أكل صحي بشكل عام، نحافة وجسم جميل، لكن رغم ذلك في سلوليت. سلوليت عند السيدات سواء كانت نحيفة أو سمينة واضح إنه موجود. سبب ظهور السلوليت بشكل أساسي له علاقة بالحمية، له علاقة بطبيعة الحياة. الناس اللي هم ليز اللي بيقعدوا كثير ممكن تزيد عندهم سلوليت، وله علاقة بالاضطرابات الهرمونية، وله علاقة باحتباس السوائل. كلهم هدول ممكن يعملوا السلوليت. بإضافة العوامل الثانية مثل مثلا لما بتعمل وحدة إذا عملت عمليات أحد عمليات شق الشحوم وكان في إجراء إغراض أو غير صحيح ممكن تفضي يعمل عندها السلوليت. طيب يعني عادة في حبوب خاصة بإزالة السلوليت، طبعا في المقابل تحذيرات عن استخدامها، كريمات متواجدة بأشكال مختلفة، لكن علاجات كثيرة. العلاجات يمكن إذا بنحكي فيها بدها وقت طويل نحكي فيها. نحن اللي بنحكي عليه الحقيقة مثل ما كنت عم بذكر إنه تاريخ كل شيء يعتبر قبل الإجراء النحوي يعتبر ماضي. هلا نعتبر نحن فتحنا صفحة جديدة في علاج السلوليت. كل العلاجات السابقة كانت غير مرضية أو غير مؤقتة، هي فعلا كانت غير فعالة. فالجديد اللي صار الآن إيش بضبط؟ فعلا حيكون في نهاية للسلوليت؟ بالتأكيد الجديد هو الحقيقة نوع من ليزر اسمه سيلوليز. سيلوليز أخذ أبروفال FDA أبروفال السنة الماضية، يعتبر أول جهاز في التاريخ FDA أبروفد صم شغلة جهاز أو جهاز لحتى يعالج السلوليت. إنفيزيف طبعا في عدة أجهزة يمكن كانت سابقاً، بس لكنها أول واحد من خلال جلسة واحدة تخلص من السلوليت بشكل نهائي. طب وآلية عمل الجهاز؟ الجهاز مثل بيدخل، نحن بنعمل أول شيء بداية نقطة صغيرة أو تخدير موضعي بسيط، ندخل بإبرة صغيرة نحقن مخدر موضعي بشكل سطحي. الفيزر أو سوري عفوا السلوليز بيدخل بيحل الشحوم بشكل سطحي، بيقطع الألياف بين الجلد وبين الطبقة النسيجة. هذا يعني معلش يعني إذا تكلمنا بدون ما نشرح بشكل صور، يعني مختلف تماما هو عن موضوع شفط الدهون للتوضيح تماماً. فقط تماما مختلف عن شفط الدهون. الإبرة تكون بسيطة جدا أو عبارة فعلا عن سيخ مشابه لشفط الدهون؟ تمام، الكانيولا بيكون مختلفة عن كانيولا تبع شفط الشحوم لأن تكون ناعمة جدا ومرنة في نفس الوقت، بالإضافة إلى عندها مؤشر حرارة في نهايتها. تمام، هي المؤشر الحراري في نهاية الكانيولا بيحسب قد درجة الحرارة بحيث ما نزيد درجة الحرارة عن حد معين. طب وهنا ايش بيسوي الجهاز بالضبط؟ اللي عم يعمل الجهاز حاليا عم يعمل قطع للألياف اللي هي بتمسك بين الجلد وتشده لتحت. هي الألياف اللي بتعمل بشكل أساسي منظر السلوليت ومنظر الغمازات اللي بنشوفها او الأورنج سكين. تماما، قشرة البرتقال اللي بنسموها، بيقطع الألياف وبنفس الوقت بيشد الجلد. بالمختصر كأننا عم نعمل كوي للجلد من الداخل بس. وبالنسبة للغدد هاي أو الخلايا الدهنية يعني تتفكك، هي فعلا خلايا دهون صعب يعني تضمحل. تماما، هو ليزر فبالتالي بيحل الشحوم في المنطقة، المرحلة الأولى بيدوبها بيخليها ناعمة، بعدين الألياف اللي ماسكة جلده عم تشده للأسفل بيقطعها، آخر مرحلة بيعمل كوي للجلد، فبالتالي هذا بيعطي المنظر الشبابي الأملس خلينا نسميه. طب والخلايا اللي تكوت هاي أو تحللت كيف يعني بعدين الجسم يتخلص منها عن طريق شرب السوائل أو كيف؟ لا بيطرحها جسم
الجسم بشكل اوتوماتيكي، لانه هي كميه صغيره بتكون، مش مثل كميات الشحوم الكبيره بتكون كبيرة. نحن طبعا ممكن نسحب شيء بسيط منها بيعمل درينج بسيط، بس الاغلب الجسم بيطلعها خلال يومين ثلاثه. طيب عاده الشرق اوسطيين معروفه الاماكن اللي موجود فيها السلولايت او تكون الدهون، بالنسبه لنا هنا في المملكه اكثر العمليات طلبا باي مناطق بالضبط؟ اكثر السلولايت تجمعهم هو في منطقه الافخاد الارداف، لكن بشكل عام ممكن تلاقيه في منطقه اليدين البطن، اي منطقه من الجسم، بس الاكثر طبعا هو الافخاذ. طب بالنسبه للايدين عاده يكون في مشكله، السيدات يخافوا من الاجراءات، اي اجراءات لها علاقه باليدين او لانها عاده الجلده تكون دقيقه جدا، يخاف يكون في نوع من الترهل للبشره تصير اللي هي نسميها الوينجز او الاجنحه مثلا. بالعكس تماما، احنا بنحكي حتى اللي عندها ترهل بامكانها انه تشد الجلد بشكل معقول، معقول جدا يعني ببساطه بالجهاز هذا اللي هو السيلوليز. طب دكتور يعني في اكيد في سبب، لكن بصراحه ليه الرجال ما بيكون عندهم سيلولايت او نادرا جدا؟ في عندهم سيلولايت، حكينا احنا احد الاسباب الاضطرابات الهرمونيه واحتمال السؤال عند النساء بيكون اكثر، اضطرابات الهرمونيه طبيعه الحياه احيانا بتكون اكثر. بس رغم هالشيء في كثير من الشباب عندهم سيلولايت، لا سيما اللي هم خسروا وزن فتره سريعه مثلا، او اللي هم بيلعبوا رياضه بيسمنوا بيلحقوا بشكل كبير. طيب يعني عاده هذا الاجراء او هذا النوع من العمليات بحاجه لمثلا نظام غذائي او على الاقل حميه او تخفيض وزن قبل اجراء الجراحه؟ لا لا لا، ما له علاقه حتى، مثل ما تفضلتي بدايه ما في له علاقه بوزن المريضه. احيانا ممكن تكون سمينه، ممكن يكون عندها سيلولايت، ممكن تكون حيفه وعندها سيلولايت، ما له علاقه الاجراء ولا له علاقه باي شيء ثاني. اجراء بسيط جدا بياخذ تقريبا 20 دقيقه في العياده، بتتابع حياه المريضه تماما بعده، بعد الاجراء ممكن تروح لشغلها، ممكن تروح لبيتها تماما، يمكن يصير في زراء بالمنطقه اللي اشتغلنا فيها لمده يومين او ثلاث ايام لا اكثر. طيب بعد الاجراء الجراحه عفوا، ايضا ما بيكون في نظام، او اذا في حال رجعت الست للسمنه مره ثانيه، هذه المنطقه اللي عولجت ما بيتكون فيها، ما بيرجع فيها السيلولايت، او على الاقل ايضا ما بيتراكم حواليها في الاماكن الاخرى اللي ما وصلها سي... المفروض انه لا، عمليا لا، بس لكن اذا زاد وزنها اكثر من 10 كيلو او اذا ظلت على نمط حياتي خامل او ضعيف ممكن طبعا يتشكل مره ثانيه. وكيف حضرتك يعني تجد الاقبال على الجراحه؟ بالنسبه لجراحه السيلولايت الحقيقه في طلب كثير، نحن مثل ما يمكن الشيء المعروف جدا انه 90% من السيدات عندهم مشكله في السيلولايت، 90% للاسف، وللاسف ما كان في لحد الان ما كان في اي اجراء كان فعلا فعال، اما كان انه مؤقت او انه كان غير ناجح. مع السيلولايت اتخيل انه احنا عملنا نقله وعيه كبيره في العالم في التكنولوجيا. طب في المقابل ايضا مع استخدام الجراحه ما بيكون في مثلا اجراء نوعيه معينه من المستحضرات او الكريمات للحفاظ على البشره، او على الاقل يعني تو ريكفرت؟ احنا حتى نكون واقعيين، اي حدا بالمنطقه مثل نحكي بالرياض وفي المملكه بالعموم المنطقه جافه، فلازم السيد يستخدم مرطبات دائما بشكل دائم بغض النظر كان عنده سيلولايت. بس لا، ما يعني مو بحاجه لعمل كريمات محدده ومساج على المناطق اللي هي مولجه أبداً, ابدا بس المطلوب من السيد ان تلبس مشد، مش مشد قوي، مشد مثلي بيلبسوه السيدات بشكل عادي لمده اسبوع، بامكانها تتابع حياتها مثل ما حكينا بنفس بشكل عادي جدا. تماما. طب دكتور اضافه للجراحه طبعا في مثلا نصائح او اغذيه يفترض السيدات يبتعدوا عنها؟ يعني من فتره كان في شائع ان الابتعاد عن الاجبان، الماكولات المالحه، المخللات الى اخره، بتساعد بشكل اكبر باحتباس السوائل وبالتالي تكون السيلولايت. والله رايك بهذه النصائح؟ راي الدراسات بتحكي بتقولك انه ما في اي شيء اثبت له علاقه مباشره بالسيلولايت، كلها عوامل مجتمع مثل ما حكينا، ممكن يكون نمط الحياه، النمط الغذائي، الاضطرابات الهرمونيه، عدم لعب الرياضه، كلهم هذول ممكن يلعبوا دور، اضافه للعمل الوراثي طبعا، هذول كلهم بيلعبوا دور. ما في الحقيقه الواقع انه ما في اي شيء معين يمكن تساويه جنبك السيلولايت. اذا كان يا دكتور للاسف اذا كان انت مقدر لك انه يطلع سيلولايت فيطلع سيلولايت. للاسف حتى عند كثير من الرياضيين اللي هم متابعين الرياضه كثير ومستمرين حياه رياضيه بشكل جيد جدا، ممكن يلتقى عندهم سيلولايت بشكل يعني لو انه درجه خفيفه بس ممكن لا عندهم. نرجع نحكي انه السيلوليز مرحله او خلينا تاريخ جديد من علاجات السيلولايت، بنسكر كل شيء كنا عم نحكي عليه قديم، بنفتح صفحه جديده للسيلولايت. طب في هالصفحه الجديده بعض السيدات عندهم تكون منطقه يعني من اسفل الركبه والساق، يكون عاده تكون منطقه فعلا متجمع فيها دهون او على شكل سيلولايت، تكون يعني الساق مقارنه في الفخذ تقريبا نفس الحجم، عاده بنصحوهم بنحت الجسم. تمام. بالنسبه لك دكتور الافضل لهم نحت الجسم او اجراء جراحه السيلوليز؟ ممكن اثنين بنفس الوقت. هلا اذا كان في سيلوليز درجه ثانيه او ثالثه ممكن تعملي، نعمل اول شيء استئصال الشحوم نحت للمنطقه، وبعدها بنفس الوقت نفس الجلسه ممكن نعمل كوي او لازاله السيلوليز.
طيب بالنسبه للنحت، عمليات النحت في اقبال عليها مطلوبه؟ بالتاكيد اقبال كبير، وفعلا نتائجها يعني نتائجها بالفعل مضمونه، ممكن تعطيني الشكل اللي انا اتخيله؟ طبعا بس يمكن التعليق الوحيد انه نحن عم نحكي عن نحت الجسم وليس عن انقاص الوزن. لما نحكي انه شخص المؤشر الجسم عنده متوسط معقول، النتائج تكون الحياه جيده لجيده جدا اذا كان انديكيشن منيح. لما نحكي عن اذا كان شخص زايد وزنه، لا يفضل انه اول يعمل حميه، يعمل شويه رياضه أكيد. بعدين يتجه لنحت الجسم. والاغلب الحقيقه هم السيدات اغلب، لانه ما بيبحثوا عنهم الا نتيجه وجود تجمعات شحميه عندهم في مناطق محدده. بالتاكيد ان شاء الله دكتور، يعني نتمنى لو في هذه يعني العصا السحريه فعلا او هذا الحل السريع. اكيد بالتاكيد هذا اكيد اكيد. شكرا لك دكتور فادي نصر، استشاري الجراحه الجلديه. ومشاهداتنا طبعا فعلا يعني للاسف مظلومين احنا بهذه النقطه، لكن اكيد في عبره منها. الدهون المتواجده في جسد المراه لها اهميه كبيره جدا، تحديدا في مرحله الحمل والولاده والى اخره. لكن مشاهداتنا نحافظ على وزننا، نشرب سوائل بشكل كبير، نروح عند طبعا او نستخدم علاج السيلولايز بشكل اساسي، لان في حال وصلنا الى مرحله ما في مجال نتخلص من هذه طبعا الشحوم او من هذا السيلولايت، فالحمد لله صار في علاجات مختلفه. فدائما يتطور، دائما نتابع، لكن ايضا دائما نحافظ على وزننا ونحاول نكون بافضل شكل مطلوب مشاهدينا. وتابعونا دائما على سيدتي بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، طلعت النجمات العربيات في سهرة ليلة رأس السنة الميلادية في فاشن رادار. مشاهدينا وصلنا للفقرة الأكثر تشويقا مع تعرفون سيدات وايد يحبون يعرفون اتجاه الموضة والأزياء وطلات الفنانات. أنا من زمان ما استضفت وائل فطايري معانا خبير المظهر عشان يطلعنا على إطلالة النجمات هذه المرة في سهرة ليلة رأس السنة. حياك الله وائل. أهلا فيك. من زمان ما نورت الاستوديو. معك. معاي. معك. اشتكت لفقرتك واشتكت الحشة اللي دائما تحشة في الممثلات وفي النجوم. طبعا رأس السنة كانت كثير إطلالات لكثير مجموعة كبيرة من الفنانات، راح نشوف تقرير يورينا شنو كان فيه في رأس السنة وراح نرجع نكمل حوارنا. على مدى السنة كلها والجمهور يتتبع خطوة بخطوة ويرصد إطلالات النجمات كلها، فما الحال إذن ليلة رأس السنة؟ و85 فستان كانت إجابة الفنانة هيفا وهبي ممازحة إحدى المعجبات التي سألتها عن عدد الفساتين التي سترتديها ليلة رأس السنة، وبثلاث إطلالات أذهلت هيفا الساهرين معها في بيروت وبشعر أحمر اللون. جاءت الإطلالة الأولى بفستان ذهبي طويل بقصة حورية البحر مشكوك من الأعلى حتى الأسفل، مع فتحة على الظهر وأكمام طويلة لا تكشف سوى على أصابع اليدين. أما الإطلالة الثانية فجاءت بفستان فضي اللون مع فتحة طويلة عند الساق، والنهاية كالبداية كانت مسك أيضا مع هيفا التي انتقت فستان قصير أسود اللون مع مشحات ذهبية اللون مشقوق عند الصدر. من تعدد الإطلالات والفساتين في الحفل نفسه إلى اعتماد الفستان نفسه في عدة حفلات، إليسا التي لاقت إعجاب الجمهور بإطلالتها السابقة في مهرجان بياف 2013 قررت الإطلالة بالفستان الأسود الطويل نفسه في استقبال العام الجديد في دبي مستبدلة فقط المجوهرات. ومن الأسود إلى الأحمر، اللون الذي اختارته الفنانة مايا دياب والفنانة نوال الزغبي. نوال الزغبي جاء فستانها مكشوفاً من الأعلى من جهة واحدة ومنسدلاً من الأسفل، مزيناً بحزام مزركش بالأحجار الخضراء والسوداء. أما فستان مايا الطويل فجاء مزيناً بفتحات كثيرة من الأعلى حتى الأسفل، أسلوب جريء نوعاً ما. كانت قد اعتمدته سابقاً بفستان أسود اللون كوجه إعلاني لإحدى شركات المجوهرات. وقبل الانتقال إلى الفستان الذي ارتدته سيرين عبد النور، نستوقف للحظات مع الفستان الذي انتقته نجوى كرم والذي اتصف بغرابة اللون وغرابة القصة معا. الفنانة سيرين عبد النور ركزت على اللون الأخضر الذي جاء طويلا مكشوفا من الأعلى مع بصة خفيفة، والختام مع نانسي عجرم التي تألقت بفستان أسود طويل كلاسيكي خطفت به أنفاس الجمهور.
طبعا مشاهدينا كثير من البنات يحبون سوالف الفنانات ويحبون حشوة الفطايري معانا في الاستديو. وائل خلينا نتكلم في البداية عن هيفا، لون شعرها وفستانها في راس السنة. أنا أول شيء لون شعرها لهيفا صدمني، جلطني، ما بعرف كيف ليش لنقت هيدا اللون. أول شيء ما طلع حلو عليها، ما لبق لها مبين. يعني هي عادة دائما بتهتم ب انه دائما تكون كرنت، دائما تكون بهال يعني اون ترند بكل شيء. فهيدا الشعر كثير ما بعرف عطاها لوك شوي تشيب. يعني ما كثير حبيت اللوك عليها. خلينا نتكلم على الفستان اللي لابسته. هي لبست ثلاث فساتين، في عنا ثلاث فساتين هالمرة. أول فستان كان من تصميم زهير مراد اللي لبسته جينيفر لوبيز، كمان حكينا عنه من قبل. كتير طالع حلو عليها لهيفا الفستان، كتير كلاسي وحلو. الفستان الثاني كان معنا من تصميم شربل زوي، وهو مصمم لبناني هلا كتير عم ياخد ضجة. وكتير مش هيدا الدرس، هيدا دريس عادي كانت لابسته، ما عجبتني اللوك ابدا. الفستان ما كثير مناسب لجسمها. هيدا الفستان اللي كنا عم نحكي عن زهير مراد، بس الفستان اللي كنت عم اقوله عن شربل زوي كثير طالع عليها حلو، كثير اخذ يعني هيدا الفستان لازم تلبسه هيفا، عرفتي كيف؟ فانا بالنسبه لي هيدا الفستان اللي كان ناجح مع اكثر شيء بهال. كيف شفت تعليق احد المعجبات على ملابس هيفا؟ 785 فستان. بدها أكثر، أكيد بيكون عندها أكثر، هي مش عادتهم مزبوط. طيب بالنسبة للوك شعرها شنو يعني، شنو رأيك فيه؟ أنا برأيي لازم ترجع على الشعر الأسود وستيك تو إت، يعني هي بس بيلبق لها هذا الشعر. ما ينفع لها الأشقر؟ ما بحس، هي لأنه هيفا معروفة بهذا الشعر الأسود الحلو، فلشو لتغير اللون وخاصة الأحمر؟ يعني ما بعرف يمكن تغير الشيت تبعه أو شيء، بس ما طالع ابدا حلو عليها. ما تشوف انه غلط انه فنانه يعني مثل هيفا وهبي تلبس فستان لبسته جينيفر لوبيز من قبل؟ هي عاده اوكي، جينيفر لوبيز وهيفا وهبي بحبوا كثير الستايل تبع بعض، ما بعرف مين حابب اكثر من مين، بس دائما هي بتحب تلبس الفساتين اللي بتختارهم جينيفر لوبيز. هلا ما في شيء غلط بالموضوع، خاصه انه اذا طلع حلو عليها، بس انا بالنسبه لي انه فيكي دائما تلاقي شيء مقابل تاني. يعني ايه فستان تاني، يعني كثرة الفاشن ديزاينرز. هلا هي مثلا مثل ما قلنا الفستان اللي نقته من شربل زوي كان كثير حلو عليها، وشربل از نيو لايك نيو ديزاينر، ف اكيد عنده افكار جديده اكيد وعنده افكار كثير حلوه. ف ما بعرف، انا بالنسبه لي ما بحب التقليد. يعني بالنسبه لهيفا راس السنه كان اختيارها غلط، بس يعني فستانين من ثلاث فساتين كانوا، هو كان اصلا ما كان يعني الفستان اللي كانت لابسته القصير ما كان براس السنه، كان يعني هي خلف الكواليس مثل ما بنقول لوك يعني لوك. وتنصحها انها ترجع تصبغ شعرها اسود 100%. طيب بننتقل الحين للنجمه اليسا ونشوف فستانها كمان، هذا الفستان اللي احنا شايفينه قبل. وين هذا شايفينه عشان يعرفوا مشاهدينا؟ شفناه بمهرجان بياف، لبسته بمشي من اقل من شهر. الفستان يعني اوكي بيلبق لاليسا، عاطيه يعني هي دائما بتحب الستيل الانوثه دائما اكثر، بس شوي مبين لها على البطن، بين لك كانه عندها بطن، يعني ما كثير مناسب لجسمها. بس غير هيك شي لوكس فاين، بس انا ما بفهم ليش نقيتي نفس الدرس. مو اول مره اليسا تاخذ تلبس نفس الفستان. انا مأكد انه بتقدر، يعني اكيد بتقدر تجيب درس ثاني، ما في خلاف، بس ما بعرف ليش نقت نفس الدرس مره ثانيه. هذا اللي ما عم بفهمه. انا عندي الشباب فوق في الكنترول كثير قاعدين يدافعون على اليسا، مو راضين عن رايك في الفستان. هلا كل واحد له رايه، بس انا ما عندي مشكله بالفستان، بس ليش لبسته مره ثانيه؟ انت بس مشكلتك ليش؟ السنة. وكمان يعني اتس nothing سبيشال تو بي اونست، اتس فاين، اتس اليسا، ذيس از ذا ستايل ذات شي يوجولي جيتس. يمكن اليسا هي من اكثر النجمات اللي ترجع دائما تلبس نفس الفستان، بس انا ما بفهم ليش. يمكن انت بتاكد وجود الفستان انه هذا الفستان انا موجود عندي. معقول يمكن حبيته للفستان كثير، بس فيك تنقي غير شيء، فيك تروحي تغامري بالستايل يور ستار. يعني في عالم كثير عم ينطروا ليشوفوا شو راح تلبس، كيف راح تتغير، كيف راح تتطور، لحتى يقدروا
يطمح يكونوا مثله. صحيح. عرفتي كيف؟ من الأسود ومن فساتين هاي، فبننتقل فساتين باللون الأحمر مر. مع نوال ومايا دياب. هون أول شيء فستان نوال كان مثل كأنه فتحت الباب للماضي. أنا فاجأني بعد بصراحة. مثل بالتسعينيات يعني، حتى تسريحة الشعر كتير ديمودي، الفستان كتير ديمودي، ما في يعني إنه هيدا فستان بيلبسوه مثلا على حفل التخرج. عرفتي كيف؟ يعني أنا بالنسبة لإلي فنانة مثل نوال الزغبي بتقدر تجيب فستان 100 مرة أحلى من هيك، و100 مرة سوفيستيكيتد أكتر من هيك، و100 مرة فاشنبل أكتر من هيك إذا فينا نقول. يعني الفستان شايفينه، شايفينه بخمسين ألف مرة بالأعراس اللي مننعزم عليها. عرفت شو قصدي؟ حتى تسريحة الشعر ما كانت يعني هي أنا يمكن هي حابت تسوي ستايل شوية قديم. ليش؟ كذي طلع ليش لنعمل ستايل قديم؟ ستايل فيه لا، دايما نحن الفاشن دايما بي it gets inspiration من الماضي، بس التنفيذ يعني بتاخذي شيء من الماضي يعني ديتيل معين، بس صح؟ كله من فوق لتحت كانه متنس، احسها صارت حسيتها بين كمان يعني أدخل. بالضبط مش مناسبه يعني، مش مناسبه، وغير انه كمان دقه قديمه مثل ما بيقولوا. بس انت طايح فيهم اليوم وائل، بس انا تفاجأت، مش انا بس عم اقول رايي بصراحه، هذا اللي شفته. طيب. يعني مش رح جامل. ننتقل من نوال الزغبي وفستان باللون الأحمر لفستان مايا دياب، إيش رأيك فيه؟ أخ على مايا. لا هذه تنهيدة قوية يعني وائل. هذا فستان من تصميم نيكولا جبران، مثل العادة هي دايما عندها بتحب تشتغل معه الفستان، إنه شايفينه ما تحس إنه مايا دايما تعتمد نفس الأسلوب في فساتينها؟ It's too much، نفس الأسلوب ونفس ال يعني أوكي okay, I want to show skin. اوكي كيف ما كان بدنا نورجي اوكي شي هاز بيوتيفول بودي، صح الفستان لابق عليها كثير، بس اتس تو ماتش. بس هي يمكن تحس انه هذا هذا اللبس هو اللي يناسب جسمها، فيها في اللي عنده هيك جسم بيقدر يغامر ب 50,000 ديزاين وب 50,000 لوك. يعني هي دائما عندها ذا سيم اكزاكت لوك، التايت دريس على شير ديتيلينج. طيب اوكي خلص انه لازم تغير ستايلها شوي. موف اون. يا طبعا ننتقل للنجمه اللي احبها وايد ودائما اتابع شنو تلبس، سيرين عبد النور. سيرين اللي كانت متالقه بالاخضر. انا هالمره ما راح اقول شيء. نجوى كرم وبعدين نشوف سيرين عبد النور. نجوى كرم اللي دائما ما بتفشل باي شيء بتعمله، الفستان اذا بتطلع عليه هيدا من نوع من الفساتين بتطلع عليه بتقولي واو شو هيدا، كتير كتير في شغل، كتير في عجقة، فستان شوي بتحسي مثل مستوحى من المستقبل إذا بتشوفي كتير ديزاين هيك كتير فيوتشريستيك، إذا بتطلع عليه عن قريب بتحسيه غريب كتير ومش سهل على العين ومو صعب أي جسم يتقبل هذا الفستان، بس إذا بتشوفيه عليها تحس إنه هذه نجوى مزبطته يعني ظابط عليها، it works عليها. عرفت كيف؟ هذا اللي بسطني فيه، انا بس طلعت فيه هيك لوهله انصدمت، بس عجبني فيه انه صار في مجازفه، يعني هي جازفت بهذا الفستان، في sophistication، في في فن. بس ما تشوف انه متنها شوي الفستان وائل؟ بالعكس انا يعني بالنسبه لي في هذا الفستان عملت عليه واو فاكتور. انا حسيت فستان نوال الزغبي ونجوى كرم يمتنون يعني. أنا بالنسبة لي هذا الفستان إذا بتشوفيه كيف الديتيلينج من هون ومن هون، عامل لها أور جلاس فيجر، عامل لها شيب، فطالع كتير حلو عليها مع الميك اب وطلتها هي غريب. يعني يمكن الفستان على حدا تاني يبين بشع، بس أنا حسيت هذه الديتيلز هم اللي متنينها، أعطينها حجم. بالعكس هدول الديتيلز اللي محطوطين عاملينها مثل هو اتس لايك كونستراكشن، صح؟ الدرس له مثل تفاصيل، هي التفاصيل اللي بتساعد على الفورم ينخلق. فهيدا الفورم انه هي عندها وحده على الكتف وعندها وحده على الخصر، فاللي عطيها هيدا الاور جلاس فيجر اللي كتير كتير بيلبق لها. يعني اختيار نجوى لراس السنه كان موفق. يمكن مثل ما قلت على غير شخص يمكن ما يطلع حلو ابدا، بس على نجوى ظابط عليها طالع حلو. الحين بنروح لنجمتي المفضله اللي احبها وايد، احب شكلها ولوكها، سيرين عبد النور. سيرين عبد النور تألقت بالاخضر. سيرين عبد النور لون رائع وكتير لابق لها. الفستان كتير عجبني الديتيل على الكورسات، وحبيت السيمبل وايد سيمبل، علامة اتس لايك بروكن هارت، قلب مكسور بس بطريقه كتير مهضومه، معمول التطريز عليه. لا شوي شوي عاطيه
بطن مه. شوي نتفة بس كتوتال لوك سيرين عبد النور ما بتخيب الظن، فدايما بتبين بحلة رائعة، الأخضر كتير لابق لها مثل ما قلنا، والفستان يعني cute special different. من الأخضر بننتقل ملك الألوان الأسود مع نانسي أجرم، وانت وايد تحبها وتحب إطلالاتها دائما تمدح فيها، ما أدري ليش. وقال برافو عليكي يا نانسي، برافو عليكي. أول شيء الشعر it was perfect. الفستان اللي صعب رائع رائع عليها، كتير مبينة كلاسي، ضابط للإيفنت يعني. She looks amazing. She looks like a princess. الستايلست تبعيتها لانا الساحلي عملت an amazing job. Amazing job. وطبعا نانسي يعني هيدا النوع من الفساتين بالبقلة، عرفتي كيف؟ ولي صعب طبعا أكيد فنان ما بيغلط ما بيخفق. من بين كل اللي شفناهم وائل عندك تعليق على نانسي؟ نانسي كنا فينا نحكي شوي أكثر عن الفستان، إنه الفستان فيه الحلو فيه السليف ديتيل اللي عليه ليس، يعني ليس ديتيلينج، واللي هو هلا كتير كتير دارج، ويعني عطيها الفورم كتير كتير يعني شو بيقولوا كتير فيمينين وبيلبق لها يعني حفر تنزيل عليها. نانسي وشعرها هالمرة عملته غير، فتحتها هي حلو شعرها. حلو يعني الواحد يغير شوي بشعره، هي يعني بيرفكت هاللوك. من بين كل الاطلالات منو تعطيها درجه احسن اطلاله ومنو تعطيها أسوأ اطلاله؟ شو رايك انت؟ انا من تعليقاتي اليوم نانسي. نانسي واضح نانسي اللي ربحت. متحيز جدا انت لنانسي. لا اليوم بس ربحت طلعي فيها رائع. ومنو أسوأ اطلاله عندك؟ بحتار بين اثنين. منو؟ يعني نوال. اها بس لانه ما في يعني ما كان في مجازفه، ما كان في ما كان في ما كان في ما كان في ترند باللوك تبعها. فيني أقول كمان اللوك تبع هيفا الفستان القصير. أنت مأثر عليك لون الشعر يمكن وائل؟ حتى يمكن لأنه لون الشعر نزعلي كل اللوك بس ما عجبني وائل. طبعا هذه الفقرة أنا أعتبرها حش يعني في الفنانات والفنانين، إن شاء الله ما ناخذ ذنب عليها. لا بس هو واحد لازم يعني لازم مشاهدينا يعرفون بعد إنه هذه تناسب هذا الجسم وهذه تناسب، يأخذون فكرة يعني عن الموضوع. إحنا طبعا هدى بس نكون عم نحكي عن الفاشن، هذا ما هذا الشيء ما عم يد الفنان ما عم يد. نحن ما عم نحكي عن الفنان أكيد. وعلى فنه بس عم نحكي نحن لننصح المشاهدين، لأنه المشاهدين عم يطلعوا بهول الفنانين بدهم يلبسوا مثلهم، بدهم يكونوا مثلهم، فنحن لازم نحاسب الفنانين يعني نحاسب الستايلست بعد، لأنه هو له إيد في الموضوع طبعًا. يعني إذا الستايلست ما يعرف شنو يناسبني، والواحد بعد لازم هو من نفسه يعرف شنو يناسبني بالضبط. أحس نفسي في هذا اللبس ولا ما أحس؟ بس الفنان كمان عنده رأي وشخصية، أنا بعرف أنه الوحدة فيها تقول لا طبعًا، فيها تقول هيدا عجبني هيدا ما عجبني، ف غرطة الشاطر بيقولوا بألف أكيد. يعني ما عم نحكي عن إحنا على أشخاص عاديين بعد الطريق وكيف بيلبسوا، هولي فنانين كل شيء بيعملوه ملك للجمهور طبعاً. كل شيء بيعملوه محاسبين عليه. إن شاء الله السنة الجاية يطلعون بإطلالات أحلى إذا الله أعطانا عمر، إن شاء الله يطلعون بلوكات أحلى، وإن شاء الله يسمعون الكلام اللي قاعد يقوله ويتعلمون منه. شكرا لك وائل. وراح نشوفك أكيد فقرات جاية في الحلقات الجاية تعليقات أكثر على فساتين النجوم والنجمات. إحنا مشاهدينا بهذه الفقرة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. مشاهدينا أحب أذكركم إنكم تدعون للفنانة زميلتنا شهد، الله يقومها بالسلامة، وبليز رجاء من برنامج سيدتي كامرأة أقول بسكم إشاعات، ترى الصج حرام، كافي إشاعات عن الموت، البنت في صحة في غيبوبة، وإن شاء الله يا رب تقومها بالسلامة. إحنا مشاهدينا موعدنا بيتجدد غدا معاكم، أشوفكم باشر في حلقة فيها الكثير والكثير. تصبحون على خير.